الآن إلى السودان، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الجيش السوداني غارات جوية على مواقع للدعم السريع قرب جسر المنشية شرقي العاصمة الخرطوم. من جهتها قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مدينة واد عشانة في ولاية شمال كردفان. في غضون ذلك زار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان معبر أرجين الحدودي مع مصر. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واد مدني مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل، ضعنا في صورة التطورات الميدانية اليوم وكذلك جولة البرهان في الولاية الشمالية. نعم حامد، حدت المعارك اليوم في ولاية الخرطوم، تحديدا أقل ضراوة من الأيام السابقة، بدأت بقصف مدفعي متبادل في محيط القيادة العامة للجيش واشتباكات متفرقة في محيط القيادة العامة والقصر الجمهوري ووسط الخرطوم بصورة عامة. أيضا كان هنالك قصف مدفعي للجيش على عدة مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، فيما شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية على عدة أهداف وتمركزات لقوات الدعم السريع شرقي الخرطوم، تحديدا في الأماكن والمناطق القريبة من جسر المنشية الرابط ما بين العاصمة الخرطوم ومنطقة شرق النيل. أيضا تصاعدت أعمدة دخان كثيفة جدا من وسط مدينة أم درمان، تحديدا المنطقة الصناعية للمدينة والأحياء القديمة لأم درمان، والتي تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع منذ عدة أيام في هذه المنطقة. تمددت الاشتباكات حامد إلى ولاية شمال كردفان، حيث صرحت قوات الدعم السريع في بيان صادر عن الناطق الرسمي لها بأنها سيطرت على مدينة واد عشانة التي يوجد بها حامية للجيش. أيضا قالت قوات الدعم السريع في بيانها أن الطريق الآن أصبح ممهدا ومفتوحا أمامها لمدينة كوستي، وهي إحدى أكبر المدن في ولاية النيل الأبيض المجاورة لولاية شمال كردفان. أما بالنسبة لزيارة الفريق البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش للولاية الشمالية، وهي الزيارة الأولى للفريق البرهان لهذه الولاية وتحديدا مدينة دونغولا حاضرة هذه الولاية. وأيضا قام الفريق البرهان بزيارة تفقدية للسودانيين العالقين بمعبر أرجين الحدودي مع جمهورية مصر العربية. هذه المرة لم يتحدث البرهان في أي خطاب في زيارته لمدينة دونغولا وللولاية الشمالية على أعقاب حديثه السابق في مدينة عطبرة حامد، والتي قال فيها أن الجيش لا يرفض السلام ولا يرفض السلم، ولكنه يريد سلام يحفظ أمن وكرامة وسلامة الشعب السوداني والسودان حامد. نعم، وائل محمد الحسن من واد مدني، شكرا جزيلا لك على كل هذه